حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه من المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووي في الشهر المقبل، وخلال مباحثاته مع السيد فيليب ديفونتين نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أشار يونس إلى أنه سيتم طرح مناقصة عالمية للمحطات النووية في مصر بنهاية العام الجاري. وفي تصريح خاص للتلفزيون المصري أعرب ديفونتين من جانبه عن استعداد بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل المشروع النووي المصري. If Egypt wants to go further in this avenue, if it is the case, then we stand ready. القرار بيد مصر إذا كانت تريد التمويل في مجال الطاقة النووية، ونحن على استعداد لتوفير التمويل اللازم كما نفعل في الاتحاد الأوروبي، وقمنا بذلك كثيرا مؤخرا، وعندئذ سنوفر بيئة العمل وإجراءات الأمان والسلامة، وسوف ننتظر ما إذا كانت مصر تريد التمويل في مجال الطاقة النووية. كذلك أكد الدكتور حسن يونس أن المشروعات التي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية تمويلها في مصر ستسمح بالوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. كانت مصر قد وقعت عقدين بقيمة 580 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء وإنشاء محطة شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة، ويتضمن التمويل منحة بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية لدعم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء. قد لا يثير جدلا التوقيع على منحة أوروبية بمبلغ 20 مليون يورو لتدعيم شبكة نقل الكهرباء، ولكن قد يثير هذا الجدل التوقيع على عقدين بقرض قيمته 560 مليون يورو لتمويل مشروعات كهربائية في مصر. شركات الكهرباء لا تحمل موازنة الدولة جنيه واحد، كل قروض اللي بتاخدها شركات الكهرباء هي قادرة على سدادها، والجهات الممولة بتقوم بمراجعة دراسات الجدوى للمشروعات، قدرة شركات الكهرباء على السداد، وبتتأكد أنها قادرة على السداد، وبالتالي بيتم الإقراض من كل جهات التمويل الدولية. الوزارة الكهرباء من إيراداتها بتسدد القروض دي، وتاريخيا طبعا مصر الحقيقة دايما بتوفي بكل قروضها في قبل موعدها لو نقدر نقول كمان يعني. ومع إزالة المخاوف ف300 مليون يورو ستوجه لإنشاء محطة شمال الجيزة ذات الدورة المركبة قدرة 1500 ميجا وات، ويتم توجيه 280 مليون يورو لتدعيم شبكة نقل الكهرباء، وبما يسمح بتوصيل قدرات مزارع الرياح إلى الشبكة القومية الموحدة. على سبيل المثال للحصر احنا هنعمله خط من صملوط لمحولات جبل الزيت، خط ده 500 كيلو فولت وطوله تقريبا 280 كيلومتر، ومعاه محط محولات في جبل الزيت 500 كيلو، وهيتبعها توسيع محط محولات صملوط. إجمالي الاستثمارات مع مصر تصل إلى مليار يورو، جزء منها في الطاقة، ونعتبر قطاع الكهرباء المصرية شريكا جيدا لنا. تمويل المؤسسات الأوروبية لمشروعات كهربائية في مصر بمبلغ يقارب 5 مليارات جنيه ربما يشير بوجه خاص إلى ثقة في قطاع الكهرباء المصري، إلا أنه بوجه عام يشير إلى سعي أوروبي حثيث لتعزيز التعاون مع أكبر دول منطقة الشرق الأوسط. أحمد وجيه، التلفزيون المصري. بحث دكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ونظيره البوروندي جون ماري نيبارنتيجي سبل التعاون بين البلدين في مشروعات حصاد الأمطار وإقامة المنشآت المائية الصغيرة، وناقش الجانبان تعزيز تبادل الخبرات في إعداد دراسات مكافحة التصحر وتشجير الغابات، كما تطرق الوزيران إلى التعاون لعمل دراسات في مجال إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات والكوادر بين الجانبين في هذا المجال بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى دول حوض النيل.